مساء الخير عليكم أصدقائي. اليوم عندنا قصتين. القصة الأولى صارت وياي شخصيا، قصة مخيفة ومرعبة، وبالنسبة للقصة الثانية صارت ويا شخص غيري لكن لها ارتباط بقصتي نوعا ما، وراح أبديلكم بقصتي مباشرة. لكن صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. بيوم من الأيام كنت أشتغل بمعمل مال حديد وصهر وأشياء ثقيلة جدا، فأنا جاي أشتغل قدامي شخص واقف يشتغل، فقلت له شيل وياي. كان أكو بوري أو بيبس ثقيل جدا، الطول ماله 3 مترات ويجي تقريبا مليان من الوسط ومحمي من الطارفين، لازم احنا نشيل قبل الطارف، وهنا انتو تعرفون يصير ضغط اكثر، لازم ننقله من مكان المكان ثاني. فقلت له شيل ولا تهده نهائيا، ترى اذا وقع يأذينا ويحرقنا ويعني يكسر رجلي لو ايدي. المهم شال قدامي، مشينا تقريبا خطوتين وشفت وجهه قام يتغير، فقلت له اذا ما تقدر خل نزده، قال لا امشي. وصلنا هناك وكان يهده على نص الطريق، هدى في سبيل يعني لا اني اسقط او يوقع على رجلي، حاولت او اخرى، لكن لاح اصابعي من قدام وعور الاصبع مال قدمي لكن ما انكسر. وبذاك الوقت تألمت، كانت الدنيا الليل وماطرة ومعمل وصوت المكان عالي جدا. فهنا انا اخذت اجازة من العمل لان اصلا ما اقدر امشي. قمت باليوم الثاني رجلي انتفخت ورحت الطبيب، وما اريد ادوخكم بالتفاصيل، لكن انا لما كنت اشتغل بالمعمل، هالمعمل هذا بيه مكاين تشتغل وافران وصوت عالي، تنجبر تخلي سماعات باذانك. وحتى لا اكذب عليكم واقول لكم انا اسمع قران وادعيه، لا، انا اسمع اغاني واحب الاغاني مال الراب بصوره مو طبيعيه لما ناني صغير، لكن هسه شويه خفيت. كنت 24 ساعه حاط السماعات باذاني واسمع في سبيل اخفف من صوت الدوشه. فيوم اللي رحت للبيت كنت اسكن وحدي، قمت اشغل اغاني، والاغاني ابدي اشغل بيها من ورا الساعه 12 وما علي الصوت اخليه على قد في سبيل الجيران لا يشكون، وتظل الاغاني مشتغله لان كنت يعني ما عندي شغل باليوم الثاني، فاسهر الساعات طويله واحيانا يطلع علي الفجر والاغاني مشتغله، بعدين اقوم اطفيها وانام. استمرت تقريبا 14 يوم وانا جالس بالبيت على هذا المنوال. وبأحد الليالي صار وياي الموقف المرعب المخيف. أنا من زمان أسمع أصوات أشوف حاجات وما أعرف شنو سببها. المهم مشغل أغاني وكنت معمر أرقيلة وجاي أدخن، فاتح الباب مال البالكونة على الشارع وكنت واقف وأطالع. صح ماكو أحد لكن أطالع على القطط اللي موجودة، وكان أشوف كأنه شخص جاي يرقص. كان قريب على بيتي أكو ساحة يعني فارغة شوي، كأنه جاي يتمايل يمين ويسار، وركزت عليه زين. فعلا كان شخص ولابس لون تقريبا بني، حتى الأضوية مال الشارع ضاربة عليه وشكله مبين، لكن رقصته غريبة وشكل هذا الشخص غريب. حتى يعني صحت عليه بصوت عالي لكن ما التفت عليه، وبعدها سمعت صوت يعني بالبيت جوا، كانت الأغاني مشتغلة وعبالي بالأغنية. يوم اللي التفتت هاي الأغنية أنا سامعها آلاف المرات، ما بيها هذا الصوت. ظليت أطالع عليها وكانت يعني مشتغلة وقدامي بالحاسبة وسماعات كبار، وفجأة وكان أشوف خيال. الخيال كان ضارب على الممر كأنه أكو أحد واقف ويرقص. الممر ببابين، وحدة كانت على اليسار، أي كانت على اليسار حمام، أما على اليمين كانت باب مقابلها مال الاستقبال، وبالواجهية تصير الباب مال الدخولية مال الشقة. وهنا لما شفت شيء يتمايل تفاجأت، هو هذا شنو اللي جاي يتحرك كأنه يعني واحد واقف. كان الخيال طويل وضارب ومبين بكل وضوح. أول شيء خفت، أكيد أكو أحد وياي بالبيت، وبعدين شجعت وقلت خلي أروح. يوم اللي تقدمت ووصلت للممر طالعت ما لقيت أي أحد، كانت الباب مال الحمام مفتوحة، والأغاني اللي أنا كنت مشغلها كانت أغنية مال سامر، وحتى بيها واحد يقول كلمات أحبهن وأصلا ما أريد أرددهن، حتى لا تروحون تبحثون عنها. المهم الأغاني مال السامري مشهورة، تلم الجن حواليك، أو هاي أغاني يحبها الجن ويحب سماحة. يوم اللي شفت الباب مال الحمام مفتوحة والضوء طاف بي، لمحت كأنه أكو وجه أو واحد جاي يطالع بي من الباب
مال الحمام. تقدمت حتى افتح الباب مال الحمام وكان تنطبق ابوجي. رجعت لي ورا مباشرة وما اسولف لكم على دقات مال قلب شلون تسارع. انا يعني من زمان قوي وما اخاف من عندهم، لكن هذا الموقف اكيد راح يسوي عندك ردة فعل. وانا يعني اول ما اشعر بخوف من عندهم تجيني قشعريرة بجسمي، لكن اكون متحضر وحتى افرح لما يصير يعني جسمي بيه قشعريرة او الشعر مال ايدي يوقف. اعرف انه انا متحضر لاي شيء يصير. فتحت الباب مال الحمام وما لقيت اي شخص، ورحت اركض طفيت الاغاني وبديت اشغل قرآن بالبيت، ومن هنا انقلبت الحياة. وانا اصلا عندي قصة كاملة على هذا الموضوع، واقدر هسه اخلي لكم اياها بالوصف اذا تحبون او ما شايفيها، بيها عدة اجزاء راح اخليها لكم. وبالنسبة لقصتي لهذا القدر وما اقدر اتكلم بعد خلصت. اما بالنسبة للقصة الثانية اللي صارت ويا شخص، هذا شخص انا سولفت له على المواقف اللي صارت وياي وحكالي قصة الواحد اقاربه، وكان يحلف ويقسم ان القصة حقيقية والقصة عن استنزال وتحدي بالزار وسامري وغيره، والقصة بيها احداث مخيفة ومرعبة. فقبل لا اتكلم بها اريد من عندك تحط لي لايك وجيب لك حاجة تشربها، وورا الان ترابدي بالقصة مباشرة. القصة من شخص اسمه عبد الله، حكالي اياها لي الواحد اقاربه اسمه خالد، وانا راح اخذ دور خالد بالقصة حتى اتخطى اللي هو قال وهو راح وهو اجي. بيوم من الايام كنت قاعد واسمع اغاني، وانا احب سماع الاغاني بصورة يومية بالسيارة بالبيت، وانا جالس على اللابتوب وانا جالس يم اصدقائي، وكنا مجموعة كنا نحب الاغاني. بيوم من الايام تعرفنا على واحد دخل ويانا بالمجموعة، كنا منحب الاغاني مال السامري الوحيد هو. وبيوم من الايام طلع مقطع واحنا جاي نمشي على طريق سريع، وهالمقطع هذا كان يعني يلمس القلب، والكلمات اللي بيه هادئة ويا الدقات مال الدف، والكلام بذاك الوقت نصه ما فهمناه، لكن هذا الولد علمنا بالكلام اللي كان يعني ينقال بالابيات الشعرية وحبيناه جدا. المهم بعد ما عدنا الاغنية اكثر من مرة هو ما عرف اللي صار بي، لكن احنا نعرف هذا الشيء استنزال. احنا قلنا احتمال جاي يستهبل علينا او يخوفنا، وبدأ يعني يمين براسه يمين ويسار. ومرة واحدة واحد من اصدقائي اللي قاعد لي ورا قام يصيح عليه ويقول له شبيك يكفي، لان هو كان يتمايل ويضايقهم، واحنا كنا يعني معبين السيارة تعبي. واللي حدث هنا صرخ بي بصوت عالي، وانا اللي كنت اقود يوم اللي التفتت اتفاجأت بوجهه وتأكدت 100% انه هو عنده جن او علي جن. ومن ذاك اليوم او ذيك اللحظة حبيت السامري لان بي جن، لان انا من محبين الجن وعالمهم. شفت عيونه صارت بيض، وهذا الشي خلاني افرح انه عندي هيج صديق. اما بالنسبة لاصدقائي قاموا يتهربون من عنده، ولما يسمعون بي جاي للاستراحة او موجود يخافون، واتطشرت الشلة بسببه وبدت تصير مشاكل، وبقيت بس اني صديقه. وين ماكو سامري اروح بي. استمريت تقريبا 4 شهور واني اقوم وارقص وياه، لكن يعني ما ابين لهم انه انا مستنزل او عندي شيء. وفعلا انا بذاك الوقت ما صار عندي اي حاجة. باحد الايام وانا جاي ارقص عجبني الدور، اسوي نفسي انه انا مستنزل. المهم وانا جاي افتر قمت اشوف وجوه مال الناس غربة، مو الناس اللي اني اعرفهم، وكل ما افتح عيوني يختفون. واجا واحد او ضربته بايدي بالغلط، وبدا يتحداني ويقول لي اتحداك، ويتكلم كلام غريب. صح كلام يعني بالعربي، لكن ما جاي افهم الكلام اللي يقوله. كلمات اول مره تمر علي. قام صاحبي وسحبني وقال لي عوفه لا تتحداه، انت ما تعرف هذا ايش عنده، انا داخل سامريات وشايفه عده مرات، اخاف يضربك ويأذيك. قلت له ليش يضربني ويأذيني؟ وتعرفون انتم ما حد يقبل ان واحد يغلط علي او كذا. قلت له لا انا كسر راسي. الرجل هذا كان بعيد علي باتجاه ثاني، وانا جاي اتكلم ويا صديقي، هو عارف صديقه ويجي علي. يوم اللي يجي علي بدا يتهدد
وقاموا يعني ونزمونه، وصارت عركة كبيرة جدا بالمكان. وبأثناء العركة لا هو قدر يوصلني ولا أنا قدرت، لأن الشباب صاروا بينات. وبعدها رحت قعدت واستمرت الأغاني مرة ثانية، وصاحبي قال لي خلص أنا راح أقوم شوي ألعب وياهم وإحنا نروح ونغادر. المهم هي الأغاني يعني مشتغلة والدق على الدفوف مشتغل، وصاحبي كان يعني يفتر حاله حال الناس اللي موجودين ويرقصون. مرة واحدة استنزل وصارت أغنية جميلة جدا، وأنا حسيت نفسي غريب بهالمكان. كل الوجوه اللي كنت أطالع بيها هذول أنا ما أعرفهم، حتى صاحبي ما أعرف وين اختفى، كأنه يعني العدد الضعف أو أنا بمكان ثاني وأنا بعدني جالس، وأصلا ما أقدر أقوم من مكاني. وين راح أروح؟ حتى السيارات اللي موجودة قمت ما أشوفها، كانت بالاتجاه الثاني بسبب الأشخاص اللي ملوا المكان. وبين ذول اللي كانوا يفترون كلهم سمعت صوتي ينادي علي، وما كنت أعرف هذا الصوت منين جاي، لكن صوت مال حرمة ويناديني باسمي، والصوت ظل يدخل بإذاني وكان باسمي. وحسيت أن الصوت بي مثل السحر، كأنه يقول لي قوم من مكانك واتبعني، كأنه الصوت إله مكان يعني وأني عندله. وقمت من مكاني بدون أي وعي، والشباب مستنزلين والأغاني صوتها عالي. اتخطيتهم كلهم وعبرتهم ورحت على الاتجاه الثاني اللي بيه سيارات، وشفت السيارات ولقيت حرمة واقفة بين السيارات لابسة ثوب، والثوب لونه أحمر أو ماروني يعني اللي يسمونه اللون دم الغزال، وكان يعني مرصع مثل العملات المعدنية الدائرية تلمع، وكنت أشوفها بكل وضوح. قربت ليمها وكانت تضحك لي وقالت لي أنا اللي جاي أناديك، وينك من زمان، أنا عاجبني لعبك أو الرقص ماتك، وأريدك ترقص وتستنزل براحتك وما عليك، أنت عندك وإحنا وياك راح نساعدك. ظليت أطالع بيها، وطبعا أكيد ما راح أصدق الشيء اللي جاي أشوفه. ألتفت أشوف الشباب يعني يلعبون أو يرقصون، أطالع بيها بعد هي موجودة. المهم ناديتها وقلت لها يا بنت، هو أنت إنسية ولا جنية وأنت جابك لهذا المكان؟ وتقدمت عليها، كانت بيني وبينها مسافة. يوم اللي تقدمت عليها قالت ارجع، مو من مصلحتك هسه تتقدم، خليك بعد ما جاي دورك، بس العب خلي نشوف لعبك. وهنا أنا سمعت واحد ينادى علي، التفتت وراي لقيت صاحبي جاي متقدم، التفتت عليها ولقيتها ماكو. يوم اللي لقيتها اختفت قلت لصاحبي أنا صار وياي كذا وكذا موقف. ظل يطالع بي وبالبداية ما صدق، وبعدها ظل يعني طالع بحدود الخمس دقائق كأنه جاي يشوف حاجة أنا ما جاي يشوفها. عيونه كانت علي لكن أحسها باتجاه ثاني، وبعدها كان يقول خلص يا صاحبي أنت صادق، إحنا لازم نغادر، خلص أنا لعبت وتعبت. المهم صعدنا أنا وياه بالسيارة ورجعنا، وكل واحد راح البيت، وإحنا يعني تقريبا بشكل يومي نشوف، وإذا ما شوفنا بشكل يومي يعني كل يومين ثلاثة أيام بالزايد. أما بالنسبة بالعطل الأسبوعية لازم نروح الجلسات ما سامر ونحضر سامري ونغني، وأنا كنت مولع جدا بهذا الفن لأن بيه جن وهاي الأشياء. المهم ورا هذا الموقف تقريبا يومين ما قدرت أتكلم ويا صاحبي أو يجيني، كل ما أتكلم وياه يقول لي مشغول. وباليوم الثالث بالليل تقريبا على الساعة 11 وهنا جالس سمعت يعني يتصل علي على سكايبي بالحاسوب اللي عندي، ورحت فتحت عليه خط وبديت أتكلم أنا وياه صورة وصوت. استمرنا تقريبا بحدود النص ساعة وشوية أقل نتحدث. هو كان رايح يعني عند أقاربه وكان يسألني وقال لي هو أنت شفت، احكي لي بتفاصيل أدق. وبديت أحكي له بالتفاصيل ونطير شكل البنية، وهو كان يضيف من عنده الأشياء اللي يضافهن بيهن موجودات وبيهن ما موجودات، لكن أنا ما متأكد. المهم كان يقول أنا نعست راح أروح، الوقت مشى وهواية علينا. المهم سد المكالمة وراح، وأنا شغلت أغاني مع سامري وحطيت السماعات بإذاني في سبيل لا أقلق أهلي. صح كان مكاني منعزل وغرفتي وحد وإلها عوازل، لكن صوت الليل مسموع. حطيت السماعات الكبار بإذاني وأنا جاي هز براسي يمين ويسار، وماكو أي شيء أنتوا شايفين لما تقعدون بمكان أظلم،
وقدامكم يعني شاشة مال الجهاز، الأشياء أو الطوارف مال الشاشة راح تقدرون تشوفون بيه. شلون هسه أنا لما جاي أصور أحيانا أشوف شوية من وجهي إذا ركزت، يعني الأشياء السوداء واللي تلمع تكون تعكس الأشخاص الوراك. المهم حسيت إنه أكو أحد وراي يتمايل، التفتت والسماعات بإذاني ما شفت أي حاجة، وبعدها وأنا جالس وأسمع حسيت أكو إيدين انحطن على كتفي، وأول ما التفتت ردا الرفعا صارت عندي قشعريرة وخفت. طفيت يعني الحاسوب أو اللابتوب اللي عندي، وبعدها حطيت السماعات ودخلت بفراشي ارتجف. أول مرة بحياتي أخاف وارتعب، لكن من شنو ما أعرف، ما كنت خايف من الجن أبد. وكان عندي أخوي أكبر مني بالعمر متزوج، والبيت مالته تقريبا بعد بيتين من بيتنا اللي احنا جالسين بيه، واحيانا يبقى يمنا هو وزوجته واطفاله. وانا كنت مغطى راسي جوا البطانيه، سمعت صوت الباب مال غرفتي مثل اللي يحاول شخص يفتحها. وخرت البطانيه ومنتظر احد يدخل علي، وفعلا انفتحت الباب. كان يعني الطفل اسمه ايمن ابن اخوي، طب مباشره للغرفه وظل يطالع بيه بحدود عمره كان 4 سنين او شويه اقل. وقلت له ايمن ايش عندك هنا؟ ما جاوبني وبدا يتمشى من يم السرير وحاكي ايمن وين رايح، وما كان يرد علي. راح فتح الخزانه مال الملابس مالتي ودخل بالخزانه وسد الباب علي. وهالامر كان غريب جدا، واي شخص مثلي راح يسال هو ايمن ليش هيسوى. المهم يا ايمن اطلع من الخزانه ايش طببك. المهم اللي صار قمت من مكان وشعلت الضوء ورحت فتحت الباب مال الخزانة حتى أطلع، وهنا كانت الكارثة والمصيبة. لقيته ما موجود، قلبي انخلع من الخوف ورا ما سمعت صوت مال طفل يضحك. والتفتت ولقيت أيمن واقف بالباب وركض، ركض ركضة طويلة وركضت ورا ونزل مباشرة من الدرج، وانا سويت دوشة بالبيت. قعدت أختي بذاك الوقت ووالدي قعد على صوتي، قالوا وش بيك تركض وش بيك مسوي دوشة؟ قلت لهم أيمن دخل علي الغرفة وهيج وهيج سوى. قالوا اليوم هم أصلا ما بايتين يمنا، وهالشي خلاني بشك وحيرة. وطبعا الإنسان لما يقوم يشك خلص عقله يشتت وتبقى له ثواني وينجن. رحت على بيت أخوي بنص الليل، دقيت الباب وقعد أخوي منعس قال شكو؟ قلت له أيمن وين؟ دخل للبيت وطب، قال لي نايم يا رجل من الساعة 9. ظليت أطالع بيه وقال أنت بيك شي؟ بيك بلا، أنت مريض؟ أشو وجهك ما أعرف شلون. المهم تركته ورجعت، رجعت للبيت وطبيت للغرفة. طبعا الكل يسمعني كلام أنت مهبول إيش هالحركات، لكن أنا عفتهم كلهم وصعدت مرة ثانية للغرفة وجلست وأنا أطالع والضوء مشتغل، ونمت وكان الضوء مشتغل علي لغاية ما قعدت تقريبا الساعة 12. المهم هذا الحدث كان غريب جدا ومخيف ومرعب. وباليوم الثاني عدى طبيعي وبدت تمشي علي الأيام، وتقريبا 5 أسابيع أنا أروح للجلسات مال السامري أشوف ناس شكلهم مرعب، وبالليل لما أنام كذلك. وحتى أنا قاعد أحيانا أشوف أحد يعني يهددني، أو أحيانا مثلا الضوء مشتغل علي مال لابتوب أو جوال مطفي الأضوية، أحس أنه أحد يصرخ بوجهي ويختفي، وكنت أخاف وأنفزع. وكنت لما أتكلم صاحبي يقول لي خلاص أنت تحب هذا العالم وهم محتكين بيك، شوية شوية وراح تتعود. قامت تعدي الأيام، لكن هاني أحسهم يريدون يخلصون مني أو يأذوني، وما أحكي لكم عن جاثوم قام بين يوم ويوم يصير وياي ويكتم على صدري وانفاسي. والمشكلة الأكبر كنت قاعد وأشوفه بعيني، أحيانا أشوف قزم جالس فوق صدري، وأحيانا أشوف واحد عملاق راسه يطخ بالسقف وديه أطوال، أحسه يعني غارز أظافره بصدري وبرقبتي، أريد أتنفس ما أقدر وما أعرف شلون يرد إلي النفس. كل هاي الأشياء صارت وياي، لكن صورة البنية اللي شفتها ما راحت. والبنية وين راحت؟ كنت أحس إنه هي يعني ما قاصدة شار بي أو تسوي لي حاجة. وبأحد الأيام كان أكو سامري، وهالسامري هذا كان بمكان شبه مقطوع، وكان هذا السامري تقريبا لغاية الفجر يلا يخلص، لأن هو يبدي تقريبا من الساعة 11 بعد ما تكمل المجموعة كلها. وفعلا رحنا أنا بصاحبي وصار سامري جميل وممتع، وتقريبا على الساعة 3 بيهم شباب
راحوا ناموا بالسيارات وتعبوا، واحنا حبينا نظل للصبح، وبيهم ما تعبوا نهائيا. الجن كان متلبسهم حرفين، اللي مستنزل واللي كان حتى يعزف واللي كان حتى يغني صوته نشاز. وبين دول كلهم سمعت صوت مال رجل يناديني ويقول لي تعال، شلون البنية لما نادتني. المهم قمت اتمشى وكان القى رجل منطيني ظهر، اجيت ارد اتكلم كان يقول لي خليك واقف وراي، لا تشوف وجهي افضل لك، واسمعني زين، اذا انت تريدها لازم تروح وتخلصها. قلت له هي مني اللي اريدها؟ قال لي خانسة اللي اجتك. قلت له ما عرفتها هي مني. المهم كان يقول لي خانسة وصرخ بي، هو صرخ بي، حسيت انه شلون ما اعرف، مرة واحدة شفت صورتها قدامي واختفت، واللي تأكدت منه انه هذا الرجل جن. قلت له شلون اساعدها وشلون اطلعها؟ قال هي معروفة ومكانها معروف وراح ادليك بي، لكن تروح عليها انت وحدك وما تاخذ احد وياك، ولازم تجي غير يوم الهنانة. وانطاني يوم محدد بتاريخ محدد، واليوم ما كان يعني ورا يومين او ثلاثة، لا يمكن يجزي علي يعني بالعشر ايام يلا اروح. وفعلا ظليت ساكت وما تكلمت واني دايخ بالموضوع كله. المهم عدت الايام وصعد السيارة وجيت لنفس المكان بالساعة اللي قال لي بيها، اللي هي ورا الساعة 12 يعني منتصف الليل تقريبا على الساعة 1. ظليت واقف شوية وكان اشوفه يجي علي من بعيد، اجى علي متقدم، وهالمرة كان متلثم وما طالع كل شي من عنده، تخيلوا حتى عيونه ما طالع، لابس يعني قطعة مال قماش على وجهه كامل، حتى كان مخيف ومرعب. يمكن شقد مهما يكون وجهه قبيح جوه افضل من ما هيج لاف وجهه. وكان يقول لي اسمع اني راح ادليك، وانا اذوني وانا ما ارد اشوفك وجهي، لان انا ما اشوف بعيوني مثل ما انت تشوف بعيونك، راح اوديك للمكان وانزلك وحاول انت تخلصها. قلت له شلون اخلصها؟ قال ما اعرف، تروح لهناك وانت تعرف. طبعا انا ما كنت اعرف شيء عن عالم الجن وما كنت اعرف هم يعني شنو يريدونه من عندي بالتحديد، لكن اريدها وما اعرف، حسيت انه خلاص وياها. وصعدت بالسياره وهو يقول لي امشي لوف اطلع، وكانت صحراء عدله، شلون جاي يندل شلون جاي يشوف ما اعرف. المهم لغايه ما وصلني المكان بي عده اشجار ميته واشجار ما ميته، مكان بي يعني مثل خرابات وقديم جدا ومتهالك ومنتهي، يعني تقدرون تقولون هذا المكان منتهي او معدوم. قال لي هذا المكان، هسه انت تقدر تروح تحررها، هي موجودة جوا. النوب المشكلة نسيت اسمها، ارد انادي ما اعرف، وقمت انادي من عندي اسماء، احط اسماء بكيفي واسماء ما بشريات، ندى هبة فلانة فلانة، وانادي ما حد كان يرد علي. وبعدها دخلت بين دن البنايات اللي واقعة ومهدمة وعن نص، وقلت لكم بنايات كانت معدومة. وانا جاي اتمشى وظهر قدامي شخص، هالشخص هذا قلبك ينخلع من مكانه اذا شفته، العيون كانت كأنه بالطول وكبيرة وواسعة، والخشم كان كبير، وحلقه كان اسود سواد مو طبيعي ما يبين كل شي من عنده، حتى اسنانه ما اعرف شلون. وقف قدامه وقال لي انت جيت برجلك تجي لهنا وما خايف؟ ظليت واقف وما اعرف شلون تمالكت يعني شعوري بذيك الساعة، وقلت له انا جاي ادور عليه. قال لي تدور عليه من؟ وبدا يصرخ علي وعيونه كانه قامت تطلع لهب ونار، وحسيت بحراره جسده، وعرفت انه هسه اذا لزمني اكيد راح ياذيني لا محال، لكن ظليت ثابت. وكان يسالني قال لي هو انت تجي المكان مالنا وعبالك تطلع سليم؟ قلت له انا اطلع من هنا وما راح تقدر تسوي لي اي شغله، وانا ترى احبه. قلت له هذا الكلام وكنت ما اعرف شلون انا جاي اتكلم وياه، ولا انا بداخلي جند ثاني جاي يخليني اقول، احس نفسي تورطت. اتخيل هسه انت تروح على انسي مو جن وتقول له انا كذا بنتك او اختك او انا احبها، شوف ايش راح يسوي بيك، عاد مو انت رايح على جن. ظلي طالع بي وكان يقول لي ما راح ترجع لك بعد، وروح وغادر، انت اللي فتنته وانت اللي غويته. انا سامع الجن
هو اللي يغوي الإنس، مو إنسي يغوي له جني. وبالنسبة لصاحب القصة بهاي الجزئية يقول أنا ما عرفت شنو اللي أسويه، وأنا صح خايف من عنده لكن متماسك. وبالنسبة إلي هاني يعني لو كنت بموقفه أقرأ سورة البقرة أو آية الكرسي وخلط الشارهم ما لوالي، ما خلي ولا جني بالمكان. لكن هو كان ضعيف إيمانه نوعا ما، وهو كان حاب هذا العالم ويريد يختلط بيهم. بعدها هذا كان ضغط نفسي عليه من هذا الرجل بعد ما حدده وقال له ما راح تقدر تتحرك وشوف أشياء، وفعلا وتشتف وحسسه أنه هو راح يندفن وجسمه اندفن عن نص. هنا أنا قال له أني أريده وأنا جاي عليها حبا به. قال له إذا أنت تحبها اثبت لي الولاء لي، اسجد لي، سوي أي شغلة، أريدك تسوي أي حاجة بهالمكان أو أقول لك هذا نعوفهن كلهن. أنا هسه أجيب لك يعني وحدة أنه أنت يعني تفعل بيها أو تسويها الفاحش. قال له أنا ما أقدر أخونها. قال له زين شنو رأيك تسوي كذا تسوي كذا. المهم طلب مني عدة أشياء، وبعدها قال لي أريدك تسوي شغلة، وهالشغلة هاي كانت يعني من الكبار وفعلا سويتها. وهاي الشغلة مجرد ما تسويها أنت مباشرة راح تطلع من الإسلام لا محال، ويصير وضعيتك يعني بخطر. يوم اللي قبلت قال لي خلاص اتحررت ورجعت إلك، تعال امشي وياي. وقام يمشي ويدخلني بين البنايات المكسرة، وشوي شوي قمت أشوف نفسي أو المكان كأنه تحول لمكان ثاني. صح كانت بيوت قديمة من طين كذا، لكن عليها زغارف غريبة جدا، وحتى الأرضية مالتها كانت تختلف. وطببني بغرفة ولقيتها موجودة بالغرفة، شكلها مبهذل متربنة وقامت تبكي. وهنا صار مشهد رومانسي بيني وبينها، وظليت يمها بالغرفة وما طلعت إلا الوجه الصبح. هي قالت لازم تطلع وتغادر هسه. ويوم اللي طلعت يعني خلص النهار بدأ يكشف، والمكان هذا كان خراب حرفيا. صعدت بالسيارة وعرفتها تحررت، وصار بيني وبينها حب وعشق وهيام، وتزوج تاني وياها. لكن بعمري كله أنا ما استنزلت استنزال حقيقي وحرفي، لكن الاستنزال مادي كان يصير لما هي تكون موجودة. هي كانت تطلب مني وتقول لي أريدك تلعب، كأنه هي جاي تتفرج علي واني ألعب بشكلها الغريب، بشكلها اللي كل مرة يتجدد. وكل مرة كنت أحبها أكثر وأكثر، وكنت لما أستنزل يعني ما أخلى قطعة من القماش على وجهي، لأن معروف إذا كانت عندك جنية لازم تخلي يعني الشماغ تنزله أو قطعة قماش المهم وتفتر، يعني بين قوسين تفعل وضعية الشبح. أما إذا كان بيك جن فلا حبيبي، راح تظل على شكلك الطبيعي. وظلت وياي، وبكل مكان أروح وهي موجودة، وبالبيت موجودة، أهلي لاحظوا أشياء غريبة، لأن ما طول يكون عندك جن بالبيت أتوقع هي تجيب وياها أصدقاء أقارب، وذول ينتشرون بالبيت، اللي يسرق الحاجة ويأكلها، اللي يطرقع، اللي يقلب أشياء. وهنا البيت بدأ يعني انتباههم يلفت على الأشياء الغريبة، وأنا كنت مغلس. لكن والدي قال لي هاي كله بسببك، أنت جاي تجيب الجن وتجي للبيت بهاي الأغاني اللي يشغلها وبهاي الجلسات اللي جاي تروح عليها، ألف مرة حذرتك من عدها. المهم راح جاب شخص حتى يعني يقرأ قرآن بالبيت. هالشخص هذا قرأ قرآن ونصيحته العادية، أو كل الشيوخ ينصحون هاي النصيحة، يقول لك شغل القرآن دائما بالبيت واسمع قرآن وأقرأ. وأنا هنا أهلي قاموا يشغلون ويقرون ويبخرون وماكو شي ما يسووه. فهي كانت أكو بخور معين تكرهه جدا، فبدت دائما تهددني وتقول لي إذا أهلك يظلون هيك راح أذيهم، تراني مو قليلة شر. صح أنا أحبك لكن جاي أتأذى يوم يوم ثاني يوم ثالث، أمنع أهلي ما أقدر مشاكل. وبيوم من الأيام والدتي كانت تبخر وحاطة بخور، وما أسوي لكم على والدتي لما تبخر، ما تشغل فحماية وفحمايتين من ستة وفوق، أقل شي عدها ستة. المهم هي جاي تفتار، وكانوا يعني الجهال قاعدين، ووالدي وانا كنت فوق ثارة هي كانت موجودة، قوموا اضربي المبخرة من ايد والدتي وطشريها على القاعدين، واحرق يعني التخم اللي موجود عندنا والزورية والاطفال، ويريدوا يطفوهن
وما يطفن. ولما نزلت عليهم والدي حلف وقسم، قال أحد الجمرات اللي موجودة كانت تتنقل وتحرق بينا، أنا كنت أشوفها بعيني تسقط على الأرض غير توقف، يقول لا ترد مرة ثانية تنط وتروح، وهالشي خلاهم يفرغون البيت، والوحيد أنا ضليت بيه. ظلوا خايفين وراحوا يوم أقاربنا وعرفوا أنه البيت مسكون بسبب هذا الموقف، وبدت الأحداث تزيد أكثر وأكثر من هاي الليلة اللي صارت، وقاموا يجيبون ناس تقرأ قرآن وماكو أي فائدة، لغاية ما والدي قال لي اترك البيت واطلع، والأشياء كلها جاي تصير بسببك وبسبب المشاكل اللي صارت وياي ويا أهلي، وبسبب الشيوخ اللي كانوا يجيبوهم والمشاكل اللي تصير بالبيت، اضطريت انه انا اترك البيت واروح. ورا ما تركت البيت صارت الوضعية زينة، لكن اول ما رجلي الدب يعني بناحية البيت واروح تبدأ المشاكل، تبدأ المشاكل تصير على اتفه الاسباب والعياط اللي ماله داعي. احيانا هم نايمين يقعدون مفزوعين يقولون نشوف اشخاص يفترون بالبيت واشياء تصير خارقة للطبيعة، وهاي اغلب البيوت المسكونة تصير هيك. وانا كنت متأكد عندي جنين وما كنت احب ان واحد يقرأ علي، والوالد هنا قال لي خلص انت ما اريدك ترجع ابد، ايش وقت ما تبطل هذا الهبل ماتك وتخلينا نوديك ونعالجك تعال الك يعني يمي بالبيت، اما هيك انا ما اقبل انت راح تأذينا كنا. وبعدها فعلا تركت البيت وطلعت، اجرت استراحة فترة وكنت جالس بيها، وهنا راح ارجع على صاحبي اللي حكالي القصة. يقول بعد ما اجرها قمت التقي بيه، عرفت هواي من اشياء، وبيوم من الايام شوفني اياها بعيني، كنت صاعد وياه بالسيارة ومرينا يعني على مكان اشترينا اكل ورحنا انا وياه للصحراء، هو قال لي مختنق جاي يسولف وياي، وقلت له يا اخي هو انت ليش متعوفها وليش كذا وهي من جنس ثاني، وحتى كنت احكي بكل لطف. قال لي هسه راح اشوفك شكلها وانت احكم اعوفها لو لا، وفعلا ظل واقف شويه كانه جاي يتخاطر له ويا احد شويه، وكان احس بهواء جانا من ورا كانه تكييف واشتغل. يوم اللي افتريت وراي تفاجأت بمره كانت حسناء جدا، وما اسولف لكم على جسمها والتفاصيل البيه في سبيل لا عقلكم يشطح وتروح تدوروا لكم جنيه وخطيه، يبقى الانسيات نايمات. يقول بعدها فتره قمت اروح علي وارجع اروح علي وارجع، وبيوم من الايام لقيته اختفى، ومن ذاك اليوم لهاليوم ظل مختفي وما اعرف بيه وين رايح وما رجع لاهله مره ثانيه. هالقصه هاي اللي سمعتوها كانت من شخص، ويقول انه قصه حقيقيه وصارت ويا قارب، ويا ريت يعجبكم السرد مالته وعوف الجنيات مال القناة بحالها. ترى انا جاي لاحظ هواي اشياء والزحف مستمر، لكن انا مغلس وما عندي مجال، ترى الهموم يعني فوق راسي وزيادة، حتى انتم لاحظين وتكتبولي احنا نشوفك كذا احنا كذا، انا مو من نوع غامض لكن ما احب يعني اكشف كل الاوراق مالتي للمتابعين، انت جاي علي تريد تسمع قصة وتستمتع به، انا بعد اشكيلك لا حبيبي، الهم بيك مكفيك، وحفظنا الله واياكم من شياطين الانس والجن، وانتظروني غدا بقصه جديده ان شاء الله.